السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الثالث الإعدادي مدارس الشريف الخاصة. هنبدأ النهاردة في شرح الدرس اللي هو الضمير الشخصي on، le pronom personnel on. الضمير الشخصي on بيحل محل مفعول مباشر مسبوق ب أربع حاجات. أول حاجة أداة النكرة an، une، دي. تاني حاجة أداة تجزئة du، دي la، دي ال أبوستروف دي. عدد an، دو، تغوا، كاتر، سانك، وهكذا. أو ظرف كمية زي بوكو دو، بو دو، كيلو دو، أو السي دو، وهكذا. طيب لما نشوف الاكزامبل ده بيقول tu manges du fromage، tu manges du fromage. ده سؤال بيقول لي ريبون سان ريبيتي لو مو سوليني. هنجاوب من غير ما نكرر الكلمه اللي تحتها خط. طبعا جاوب هنا عندي اجابه افيرماتيف مثبته ونيجاتيف منفيه. وي جون مونج زي ما احنا شايفين هنا. طبعا كلمة دو فروماج ده مفعول مباشر مسبوق بأختيكل بأختيتيف أدوات تجزئة اللي هي دو، يبقى لما نشيلها هنجيب مكانها برونوم بيرسونيل أون، تمام زي ما احنا شايفين كده، ومكانه بيبقى قبل الفيرب اللي في الجملة، يبقى جون مونج أنا كلت منها. طيب في النيجاتيف في النفي نو je n'en mange pas، بنفي الفيرب اللي هو مونج وبنفي قبل منه جوه برضو بيدخل النفي جوه النفي الضمير الشخصي on، تمام. طيب نشوف برضو الاكزامبل ده بيقول لي علي veut acheter beaucoup de cahiers. علي veut acheter beaucoup de cahiers. علي عايز يشتري كثير من الكراسات. remplace le mot souligné par pronom personnel. هنشيل الكلمة برضو اللي تحتها خط ونعوض عنها ب pronom personnel ضمير شخصي مناسب. طيب الإجابة طبعا إن كلمة بوكو دي كايي، طبعا كلمة كايي مفعول مباشر مسبوق بظرف كمية اللي هو بوكو دي. طيب يبقى علي في on acheté beaucoup. هنا طبعا الضمير الشخصي on موجود قبل الفيرب اللي في الانفينيتيف في المصدر، يبقى لما يكون عندي فيرب متصرف وفعل في المصدر بنكتب الضمير الشخصي قبل الفعل في المصدر. ونلاحظ كمان ان ظرف الكمية بيكون موجود في الاثبات زائد انه بيتنفي في او بيتحذف اسف في النفي. يعني لو نفينا الجملة دي هنقول علي ne veut pas en acheter وبس. علي ne veut pas en acheter وبس، ما يكتبش كلمة بكو، يبقى الظرف هنا هيختفي في النفي. طيب il a trois frères. il a trois frères هو عنده ثلاث اخوات. عايزين نشيل الكلمة دي برضو ونجيب برونوم بيرسونيل. طبعا كلمة فخير مفعول مباشر مسبوق بعدد اللي هو كلمة تغوا. طيب يبقى هنختار برونوم بيرسونيل اون، يبقى إيل اون أ تغوا. هنلاحظ برضو ان العدد هنا نزل في الجملة الأفيرماتيف المثبتة، يبقى العدد وظرف الكمية في الجملة المثبتة بيبقى مكتوب، في النفي بنحذفهم مش بننزلهم. لو عملنا الجملة دي نيجاتيف يبقى il ان ابوستروف اون ا با، ونحذف كلمة تغوا، تمام. طيب hier nous avons mangé du poisson، امبارح احنا اكلنا سمك. طبعا كلمة دو بواسون دي مفعول مباشر مسبوق برضو بارتيكل ارتيكل بارتيتيف ادوات تجزئة، هنحذفها ونجيب مكانها برونوم بيرسونيل اون، تمام. هنا الجملة بس كومبوزي ماضي مركب، مكان الضمير بيكون قبل الفعل المساعد اللي هو avoir، يبقى
Hier, nous en avons mangé. Hier, nous en avons mangé. تمام؟ طيب، يبقى ملخص الكلام إن الضمير الشخصي on بيحل محل مفعول مباشر مسبوق بأداة نكرة أو أداة تجزئة أو عدد أو ظرف كمية. في العدد وظرف الكمية بننزلهم في الجملة المثبتة وبنحذفهم في الجملة المنفية، وبكده نكون شرحنا البرونوم بيرسونيل on. وبتمنى إن يكون وصل لحضراتكم بسهولة وبساطة، ونكمل في المرة الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.